بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري أو في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. تكلمنا بالأمس عن أول هذا الباب وهو باب الحيض، وقلنا إنه هو آخر أبواب الطهارة وآخر الأحكام من أحكام كتاب الطهارة، وبعده كتاب الصلاة إن شاء الله. وذكرنا أن الشيخ في الحديث السابقة ذكر أورد الحديث في الحيض وفي الاستحاضة، في الحيض وفي الاستحاضة، وقلنا إن الحيض هو طبعا مأخوذ من السيلان، الحيض والسيلان، ويقال حاض الوالي إذا سال، وحاضة الشجر أيضا إذا نزل منها ما يشبه الصمغ السائل. وفي الاصطلاح هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة بإذن الله عز وجل، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم. قلنا إن الفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم طبيعة وجبلة، بمعنى أنه كالسوائل التي تخرج من بدن الإنسان رجل أو امرأة، كاللعاب وكالمخاط وكسائر وحتى كالبول والغائط، فكل ما يخرج منها الأشياء الطبيعية والجبلية هذا الحيض منها، فهو ليس دم مرض. ولا وإن كان يصيب النساء أو بعض النساء مع خروجه أو في أول خروجه آلام، يصيب لا شك أنه بعض النساء يصيبهن آلام، وأيضا ما بين آلام شديد وبين آلام خفيف كما هو معلوم، لكنه يبقى كما يقول الفقهاء والعلماء يبقى دم طبيعة وجبلة وليس دم مرض. وأيضا له صفاته التي يخص بها. أما دم الاستحاضة فهو دم عادي وهو دم مرض وأشبه بالنزيف، وهو يخرج، قلنا إن الحيض يخرج من قعر الرحم، أما دم الاستحاضة فقالوا يخرج من أدنى الرحم ومن عرق يسمى العاذل، من عرق يسمى العاذل. فإذا هذا هو الفرق بين الدمين، ودم الحيض غليظ غالبا وأسود من السواد،
وثخين وله رائحة بمعنى رائحة مميزة، وإلا الدم له رائحة. أما الدم أما الاستحاضة فدم رقيق وأحمر وخفيف، والنساء تعرف ذلك. لكن قلنا إن المستحاضات النساء التي تصبهن الاستحاضة أنواع، فيه دم، فيه مبتدأة، وفيه معتادة، وفيه مميزة، وفيه معتادة مميزة، وفيه متحيرة. هذه تقريبا هي أنواع النساء في الحيض والاستحاضة. المبتدأة هذه التي أول مرة يأتيها الدم، يعني صغيرة أول مرة يأتيها الدم، يسميها العلماء مبتدأة، يعني ابتدأها الدم. وقلنا إنه الدم من أحكامه أنه من علامات البلوغ، وذكرنا له أن ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر أن للحيض 13 حكما، وذكرناها بالأمس، ومنها والسنات على بعضها من باب التلخيص، منها أنه به يكون البلوغ، المرأة إذا حاضت تكون بالغة يعني تكون مكلفة، ولو جاء الحيض قبل 15 سنة أو 14، لو جاء وهي في 12 سنة أو في 11 سنة تكون بالغة إذا حاضت. فالحيض إذا جاءها أول الحيض أول مرة تسمى مبتدأة. ونحن نلاحظ مشايخ نحن نتكلم عن المستحاضة، ليس المرأة التي دمها حيض من غير استحاضة، دم معتاد يعني لها 5 أيام 6 أيام ويقف كغالب النساء أو 9 أيام، المهم لها عادة منتظمة وليس معها دم استحاضة. هذه المرأة لا نتكلم عنها لأن أمرها معروف، وهي تجلس عادتها، تمتنع عن الصلاة وعن الصيام ولا يطوف زوجها حتى تطهر. أما الكلام كلامنا هنا عن المستحاضة. فهذه المبتدأة إذا ابتدأ حيضها وابتدأ مختلطا، وهي ليس لها عادة ولا مميزة ولا تعرف الدم، لكنه جاء بعضه دم حيض بمعنى أنه أسود وثخين ومنتن إلى آخره، وبعضه دم أحمر سائل وخفيف. فالمبتدأ هذه في المذهب عندنا الحنابلة يقول تمتنع يوم وليلة، تمتنع عن الصلاة يوم وليلة، ولكن لا، إذا كان معها دم يعني حيض مميز بمعنى أنه أسود وثقيل آخره فإنها تجلس مميز. قالوا ما لم يعبر أكثرها، يعني ما لم يصل 15 يوما. أما المميزة وغير مبتدأة بمعنى أنها مر عليها أشهر ومر عليها سنوات وهي تحيض، فهذه المميزة إذا كان تمييزها صالحا، إذا كان تمييزها صالحا بمعنى تعرف يعني أو هناك فواصل بين دم الحيض ودم الاستحاضة تميز تمييزا صالحا، فإنها تجلس دم الاستحاضة فقط، دم الحيض فقط، ولا تلتفت إلى دم الاستحاضة ولا تمتنع فيها عن الصلاة ولا عن الصيام، فتجلس دم الحيض ودم الاستحاضة لا تلتفت إليه. أما إذا كانت معتادة بمعنى لها عادة شهرية منتظمة، يعني عادتها من أول الشهر 5 أيام منتظمة، لكن معها دم زائد، معها دم استحاضة زائد، فهذه تجلس عادتها ولو كانت مميزة، ولو كانت مميزة ما دام أن لها عادة منتظمة 5 أيام أو 6 أيام المرأة تعرف عادتها فتجلس عادتها ولا تلتفت إلى ما سوى ذلك، كما مر معنا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال تجلس عادتها
أما إذا كانت ليس لها تمييز ولا عادة، هذه التي يسميها العلماء المتحيرة، تقول ما يوم من حين جاءني الدم منذ صغير وأنا هذا دمي مختلط، لا أعرف هذا ولا هذا. قال العلماء هذه تجلس أغلب الحيض أو أغلب عادة نسائها، شوف أمها كم تجلس، خالتها كم تجلس، عمتها كم تجلس وقريباتها، فإذا كان عادته أن ست أيام سبع أيام تجلس ست أيام سبع أيام وتبرأ ذمتها إن شاء الله. هذا تقريبا هو خلاصة ما يقال في هذا الباب. كذلك أيضا ذكرنا بالأمس أحكام الحيض، منها مثلا أنه كما قلنا يكون به البلوغ، والثاني أنه تمتنع فيه عن الصلاة ولا تقضي وليس واجبا عليها ولا فرضا. إذا المرأة إذا جاء الحيض فلا تصلي ولا تقضي الصلاة ويحرم أن تصلي، ثلاث أحكام. المرأة إذا جاء الحيض في الصلاة لا يجوز لها أن تصلي، وليس عليها فرض يسقط ولا تقضي. أما الصيام فلا تصوم، ويحرم أن تصوم لكنها تقضي. قال العلماء طبعا الصلاة يصعب قضاؤها لأنها كل يوم خمس مرات، بينما القضاء الصيام يسهل قضاؤه، فتقضي إذا طهرت بعد انقضاء شهر رمضان. ومن أحكامه طبعا حرمة الطواف، ومن أحكامه حرمة قراءة القرآن على خلاف في ذلك، ومن أحكامه حرمة مس المصحف وهكذا. وهذه بعض أحكامه أو أحكام الحيض. أيضا من أحكامه أنه تعتد به المرأة، بمعنى ذات الحيض تعتد بالحيض، بينما اليائسة تعتد بالأشهر، والحامل تعتد بالحمل، واليائسة وكذلك التي لا تحيض، سواء اليائسة لأنه لا يأتي حيض أو يائسة لأنه بلغت سن اليأس. أما الحائض فإنها تعتد بالحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات أو ثلاثة طهار. المقصود هو مجموع الطهر والحيض هو الذي يكون به الاعتداد في الطلاق. هذا شيء مما مر في أحكام الحيض في جلسة الأمس. والمستحاضة كما قلنا لا تمتنع عن الصلاة ولا عن الصيام، ولا 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 يمنع زوجها من وطئها، وإنما الحال كما قلنا تغتسل إذا انقطع دم الحيض، إذا كانت مميزة أو معتادة، إذا انتهت عدتها تغتسل. ثم ولا وينبغي إذا انتهى إذا انقطع دم الاستحاضة ينبغي أن تغتسل أيضا كذلك، وإن كان ليس لازما. أما حديث اليوم فهو وكذلك حديث عائشة أيضا في السابق في قوله قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. أيضا قلنا أن من أحكامه أن الجنوب إذا كان أكثر من واحد، مثلا رجل وزوجته يغتسلون من واحد، فلما أن يغترف كل واحد منهم غرفة، ولا 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 يسلب ذلك الطهورية، يعني وجود إدخال الجنوب يده في الماء وهو جنوب فإنه لا يسلب الماء الطهورية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هو وعائشة يغتسلان من إناء واحد. والثاني قالت كان يأمرني فأتزر فيباشرني. هذا من أحكام الحيض، من أحكام الحيض حرمة الوطئ، من أحكام الحيض أنه يحرم على الزوج أن يطأها أثناء الحيض، هذا لا يجوز، لكن له أن يستمتع بها وتستمتع به
فيما دون الفرج من تقبيل ومن ضم ومن مس مباشرة إلى آخره بسائر بدنه وحتى بذكره لا إشكال، لكن المهم يتقي الفرج، فإن هذا لا يجوز، وما عاد ذلك فلا إشكال فيه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان يأمرني فأتزر فيباشرني، وقلنا أن المباشرة هي أن تمس البشرة البشرة، والبشرة هي الجلد العاري أو الجسم العاري عن الغطاء، بمعنى أن بشرة تمس بشرة، هذه معنى المباشرة. وأيضا كما قلنا أن هذا في دليل على أن الحائض يعني حيضها لا يؤثر على كامل إنسانيتها، وأنها تختلط مع الناس وتعيش مع الناس وتعيش حياتها المعتادة، بخلاف ما عند بعض الديانات التي ترى أن الحائض نجسة أو ترى أنها لا تجلس مع ولا تختلط مع أهلها ولا أو تأكل وحدها أو تعيش في غرفة وحدها أو في غرفة وحدها. هذا لا، هذا ليس من ديننا. المرأة لها كامل إنسانيتها، والحيض ليس له أي تأثير على إنسانيتها وعلى كامل أنوثتها. ولهذا تقول كان يأمرني فأتذر فيباشروني، وقاتل وكان يخرج إلي رأسه ومعتكف. قلنا هذا أيضا من الأحكام أنه لا مانع أن المرأة تباشر مثلا خدمة زوجها، والمعتكف كما قلنا بالأمس أيضا أنه الأصل أنه يلازم معتكفه ولا يخرج منه، لكن لو أخرج شيئا من جسده لا يضر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكف في المسجد النبوي الشريف، وكان بيته مطل على المسجد، وكان بيت عائشة أيضا مجاور المسجد، ليس بينه وبين المسجد إلا جدار، وقد يكون في فتحة أو قوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه جهة بيته أو بيت عائشة لتغسل له رأسه وهو معتكف. فالدليل أولا على أن مباشرة المرأة في حال حيضها للرجل أنه لا يضر، فالمرأة ليست نجسة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فهي تباشر خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل رأسه وكان معتكفا وجسده في المسجد ورأسه داخل من الكوة أو من الفتحة وتغسل رأسه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الحائض وملاصقتها أو ملامستها لغيرها أن هذا لا يضر وأنها ليست نجسة، وأن الحيض لا يؤثر على كامل كما قلنا آدميتها. أما حديث اليوم فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. الحجر بفتح الحاء وكسرها، حجري وحجري كلها صحيحة. وتقول فكان فيقرأ القرآن وأنا حائض، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا وكان قد وضع رأسه في حجر عائشة أو على فخذها ويقرأ القرآن، وهذا يدل على أن جواز مثل ذلك، ولا مانع أن يقرأ القرآن وإن كان ويضع رأسه في حجر. الحجر هو طبعا محل وسط الرجل، وسمي حجرا لأنه محل الثوب، المنطقة هذه تسمى حجر أو حجر، فيضع رأسه مستلقي ويقرأ القرآن وهي حائض. فإذا حيضها لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يضع رأسه أو يستلقي ويقرأ القرآن وهي حائض، لكنه يدل على أن الحائض لا تقرأ القرآن كما قال الشارح، يقول رحمه الله والحائض وفيه تحريم قراءة القرآن عن الحائض أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض كما قال الشارح. فإذا الحائض لا تقرأ القرآن وإنما غيرها يقرأ القرآن، وإن كان طبعا قراءة القرآن
على الحائض فيها خلاف. والذي يقال في هذا أن الحائض إذا كانت فعلا تحتاج القرآن كما لو كانت حافظة وتخشى أن تنسى فلا مانع أن تقرأ القرآن، أو كانت مثلا معلمة أو طالبة تقرأ أو تذاكر للامتحان لا مانع. في الأحوال هذه لا مانع من قراءة القرآن فيها. والقول بأنها تقرأ القرآن مطلقة قول قوي وله ما يسنده. عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا حديث معاذة. ومعاذة هذه من عابدات السلف من التابعيات، وامرأة فاضلة جدا، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصحبة البصرية. وحكى عنها الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه أنه قال عنها أن تقول أنها إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه، بمعنى أنها لا تنام، بمعنى ترى أن كل لحظة سيأجلها، فتكون مستعدة استعدادا تاما. تقول: فإذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي. فإذا جاء الليل قالت: هذا الليل الذي هذا ليلي الذي أموت فيه، فلا تنام حتى تصبح. طبعا لا شك أن يأتيها النوم وتنام، لكنها يقظة، وعندها من قوة الإيمان وقوة اليقين وقوة الاستعداد يعني لقاء ربها ما لا قد لا يطلقه كل أحد. فيا إخواني في العبادة الله عز وجل يعطي بعض الناس قوة عجيبة في قيامه من الليل وفي صيامه وفي قراءته القرآن وفي الأذكار ما لا يقدر عليه غيره. فهذه التبعية الجليلة يعني تقول في النهار تقول: هذا يومي، يعني هذا آخر يوم، فلا تنام، تشتغل بالعبادة والصلاة والصيام والذكر إلى آخره. فإذا أمست وجاء الليل قالت: هذه ليلتي، ده بمعنى كأن لا ترى أنها لا تصبح فتستعد، كما قال لابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، بمعنى كن على أهبة الاستعداد في أي وقت يوافيك أو يفاجئك الأجل أنت على الاستعداد. وهذا لا شك أنه يعني مطلوب، ولكنه لا يطلق كل أحد. ولكن يأتي يا أخواني، يأتي بالتدريب والاستعداد، ولكن هذا لا يمنع طبعا، لا يعني أن الإنسان يترك أعماله أو يضيع مسؤولياته، لا، إنما يكون على حياة، على حيوية وعلى يقظة وعلى ذكر من الموت وعلى ذكر من لقاء الله عز وجل وعلى خوف عظيم وعلى رجاء عظيم، مما يجعله دائما مستعدا ودائما على خير وعلى ذكر وعلى صلاة وقراءة واستحضار للقاء الله عز وجل. أيضا مما أثر عن معاذة رحمه الله قالوا إنها توفي أو قتل ابنها وزوجها في إحدى المغازي، فجاء النساء يعزينها، فقالت: من جاءتني لتهنئني فمرحبا، ومن جاءت لغير ذلك فلترجع. وهذا يدل على قوة إيمانها ويقينها يعني. وإلا لا شك أن الإنسان يحزن، والرسول حزن وبكى
لكن أحيانا يصل الحال بعض الناس أنه يعني من قوة اليقين أنه يكون بحيث أنه لا يعني يستحضر عظم الأجر وعظم الثواب. فهذه استشهد ابنها وزوجها وهو من 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 أغلى ما يفقده الإنسان، الزوج أو الزوجة والابن والبنت من 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 يعني أغلى ما 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 يحبه الإنسان ويحتضنه. لكن هذه من قوة يقينها تقول الذي يهنئني بمعنى يهنئني بمعنى على الصبر وعلى الرضا وعلى قبول قدر الله عز وجل. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، فكل إنسان يبكي أو يحزن ليس يعني معيبا ولا ملوما، إنما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤخذ الله بهذا باللسان إذا كان يشكو ويتبرم ويندب ويدعو عند المصيبة ويقول وعد ظهراه ويذكر محاسن الميت ومما يدل على الجزع وعلى عدم الرضا، هذا هو الممنوع وهذا هو الذي لا يجوز. أما أن تحزن لفراق حبيبك فهذا شيء يعني وضعه الله في طبائع بني آدم. قال عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قلنا من أحكام الحيض أنه تحرم فيه الصلاة ولا تقضى وليس فرضا يسقط، بينما الصيام يحرم فيه الصيام ولكنه يقضى. فجاءت معاذ رحمه الله من قوة يعني قد يكون يقينها ولا شك أنها كانت شابة، هي طبعا هي توفيت وعمرها 83 سنة لكنها في ذلك الوقت كانت شابة وكانت يعني بدأت في التعبد أو في تحصيل العلم. فجاءت تسأل فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ في ذلك الوقت كان ظهر الخوارج، يعني عائشة رضي الله عنها أدركت الفتنة بين الصحابة بين عائشة رضي الله عنها والخوارج حينما خرجوا على علي، والخوارج متشددون جدا ولهم آراء شاذة، منها أنهم يرون أن الحائض تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصلاة. فقال لها عائشة أحرورية؟ حرورية طبعا نسبة إلى حروراء، حروراء هذه قرية بجوار الكوفة، قرية بجوار الكوفة هي أول ما خرج منها الخوارج، أول فرقة خوارج خرجت منها حروراء، فنسب الخوارج إليها، فقيل حرورية يعني منسوبون إلى هذه القرية. ثم صاروا فرقا الخوارج الأزارق وغيرهم. فعائشة رضي الله عنها قالت إيش السؤال هذا؟ هذا ليس سؤال أهل السنة ولا سؤال يعني المسلم لما جاء عن الله وعن رسوله. فقالت أحرورية أنت؟ إيش السؤال هذا؟ قالت لا، فقلت لست بحرورية، لست خارجية، لست من الخوارج، ولكني أسأل، بمعنى أن سؤالي للعلم وليس سؤالي اعتراض وليس استشكال وليس سؤالي يعني عدم رضا بما عليه المسلم بما عليه المسلمون، وأنهم يقولون المسلمون كلهم يقولون بأن الحائض لا تقضي الصلاة. فلما سألتها استشكلت عائشة أحرورية؟ قالت لا ولكني أسأل. فعائشة رضي الله عنها أجابتها جوابا عجيبا، جواب فعلا يتناسب مع الخوارج ويتناسب مع من ينهج نهج الخوارج من حيث التشدد ومن حيث التعمق في الدلالات والتعمق في تلمس العلل والأحكام الأسباب. فقالت أجابتها جواب
قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا الغسل بس. بمعنى هذا الذي نحن فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تدخل معها بنقاشات ولم تدخل معها بتعليلات، إنما يعني أوقفتها على النص بس. فقالت كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر بقضاء الصوم بس. عجبك أو ما عجبك أو كذا، هذا اللي عليه. كان عائشة طبعا عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة وعالمة، وكان بالإمكان أن تعلل وتقول كذا كذا، لكن لا، أرادت أن تؤدبها وأرادت أن تقيمها على المنهج. قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بمعنى ما جاء من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم نحن نرضى به ونسلم. ويا إخواني، هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يوطن نفسه وأن يربي نفسه على قبول كل ما جاء عن الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأنا أوصي خاصة طلبة العلم أن يوطنوا أنفسهم ألا يشتغلوا بالحرص على العلل، وإن كان لا مانع أن تطلبها وتسأل عنها، لكن لا تكون هي شغلك الشاغل. وطن نفسك على أن تكون مؤمن وأن تكون مسلم غاية التسليم، وراضي غاية الرضا، ومقتنع كل القناعة بما بلغك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شأن المؤمن. وسيأتي معنا في خبر مسعود في أدب طالب العلم في كتاب الصلاة. فمن أدب طالب العلم أن وخاصة إذا كان في مبتدأ طلب العلم أن يوطن نفسه أن يعني يكون عنده من القبول وعنده من الترحيب وعنده من الإشراح وعنده من 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 من, من السعة في أن يقبل كل ما جاء عن الله ورسوله، ولا يشتغل بالعلل أو يشتغل يعني التنقيب الشديد. ولهذا أحيانا يا أخواني الذي يبتلى بمثل هذا غالبا يكون عنده جفاء ويكون عنده جفاف ويكون عنده نوع من الغلظ، غلظ في القلب وغلظ في الطبع وغلظ في السيرة والمسيرة. بينما إذا أنعم الله عز وجل عليه فألقى عليه التسليم وألقى عليه الرضا وألقى عليه قبول والمسارعة في قبول ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من نعمة الله عز وجل. لماذا؟ يا إخواني، الإيمان من الله عز وجل. الإيمان الله عز وجل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلا، الإيمان ليس مرتبطا بالذكاء ولا بالعبقرية ولا بالحرص على 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 التوسع في المعقولات. لا، الإيمان شيء يضع الله ويقر في القلب. ولهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا تلاحظون في الأمم الأخرى وفي الكفار خاصة بشتى دياناتهم عباقرة وعلماء مخترعون مكتشفون، يعني عندهم من الفنون المعارف والعلوم والعبقريات والذكاء منقطع النظير، ولكن لم يهديهم الله عز وجل.
بل أشد من ذلك وأنكى، يعبدون الحيوانات، يعبدون القرود، يعبدون البقر، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون شيء عجيب القبور. فالإيمان من الله عز وجل، وإن كان طبعا أشك في براهين وحجج هذا لا تنكر، يعني الذي يدعو الله عز وجل يدعو بالحجة والبرهان، لكنه يدعو ويعلم أن الهداية بيد الله. فحينما تدعو إنسانا وتقيم عليه الحجة، لا يعني لا 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 لا, لا, لا كما قال النبي فلعلك باخع نفسك ألا يكون المؤمنين، لا باخع يعني قاتل، بل قال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت، وقال له إن عليك إلا البلاغ، وقال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله عز وجل، لا تخضع لعبقرية ولا لعقل ولا رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يسلم صناديد قريش وكبراء قريش وعقلاء قريش وحكماء قريش، لكن ما أسلم إلا بعضهم متأخر وبعضهم ما أسلم، ولكن يحب أن يسلموا هؤلاء لأن لهم أتباعا ولأنهم أيضا يعني يكون فيهم عز الإسلام، لكن ما الله 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 له حكمة. بل أكثر ما يعني يبدأ في الإيمان المستضعفون والضعاف. المقصود أنك أيها المسلم وخاصة طالب العلم عليك أن توطن نفسك على الرضا وعلى قبول ما جاء من عند الله عز وجل، ولا لا يعني تجعل العلل والمعاني والمعقولات تسيطر عليك. نعم قد تكون الحمد لله من ذوي الذكاء وتكون فعلا تحسن، وهذا خير كثير أن تعرف المعقولات والعلل وتحسنها جيد، لكن لا تكون هي يعني التي تقودك، بل أنت الذي تقودها. وخاصة يعني إذا يعني بعض العلماء يكون فعلا يعني له تميز في المعقولات، في علم الفقه، في علم أصول الفقه، في علم يعني المنطق، في علم يعني بعض علوم الكلام أو علم الكلام، كيف عنده تميز؟ لكن هذه أحيانا إذا أغرق في الإنسان قد ينحرف كثيرا يعني. ولهذا كثير ما يعني بعض يعني فلاسفة المسلمين كالرازي والرازي يعني ندموا على ما دخلوا فيه، لأن يعني ما تؤدي لشيء، مع أنهم كانوا يعني كما قال أعطوا عقولا أو أوتوا يعني ذكاء وأوتوا زكاء، وأعطوا عقولا وأوتوا فهما، فمشكلة. فالمقصود أن الطالب العلم عليه أن يوطن نفسه على الرضا وعلى القبول وعلى تقديم النص، وإن فهمت علته والحمد لله، وإن لم تفهل فليس العلة في النص، العلة في رأسك وفي عقلك، أنك إذا لم تدرك الحكمة أو العلة فعليك أن تقول رضينا وسلمنا، وأن غيرك سوف يدركها. ولهذا كم ترك الأول والآخر، ولا شك نقطع جازمة أن كل أحكام الإسلام لها حكمة ولها حكمة، وما شرع الله شيئا إلا لحكمة، بل ما خلق الخلق كله إلا لحكمة، فكل خلق الله وآيات الله كلها في حكمة، لكن ندركه أو لا ندركه. فأنت لا تشتغل بهذا يكون شغلك الشاغل، بحيث أنك يعني تعتمد عليه بحيث يقسو قلبك أو قد تنحرف، نسأل الله السلامة. لا، اجعل قاعدتك هي الرضا والتسليم والقناعة وتقديم النصوص على فهمك وعلى عقلك وعلى يعني ما قد تراه من علة أو ما تفتقده من علة أو تعتقده من حكمة، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام. ولا تأتي مناسبات أيضا نذكر بهذا، ولا سيما سيأتي معنا حديث ابن مسعود في كتاب الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد
وآله وصحبه وسلم.